تسلموا ايديك على الاكل. انت اليوم تعبتي كثير، قلت لحالي اكيد بتكوني جوعانه. انت شو بدك من رفيف؟ شو دخلك؟ طبعا دخلني، مو كرمالك خطفتني؟ أنا بحبها لرفيف. طيب وهي بتحبك؟ وينو صوتك؟ هي رح تحبني، يعني شي يوم، أنا متأكد. بركي في حدا تاني بحياتها وطلعت البنت بتحبه، شو بدك تعمل؟ رح تخليها تحبك بالقوة؟ لا أختي، ما في حب بالقوة، بس إذا ما بتحبني ما رح تحب حدا تاني غيري، يا بتكون إلي يا أما بتضل لحالها، ما في خواص هيك يعني. يلا انت كملي اكلك. عمران بيك، انا ما عرفت شو بدي اعمل وما عم بقدر اتصل بشاهين، كأنه الرجال انشقت الارض وبلعته. شاهين؟ هاد كيف شكله؟ وصفي لي اياه. اسمر، كيف بدي اقول لك؟ بس لحظة، في إله صورة على موبايلي صورناها لما أخذنا مسعود بيك على الحديقة. هاد محمود. اسمه محمود؟ اللي كيف يعني؟ كان عم يضحك علي ما؟ يا الله شو غبية، كل شي عم يصير معكن هلأ بسببي أنا. طيب متذكرة شي نوع السيارة اللي إجا فيها؟ الصبح إجا بسيارة جديدة لونها فضي، بس أنا ماني متذكرة شو كان نوعها. طيب ماشي، النمرة؟ متذكرة رقمها 34 TG 9184. نعم عمران بيك، بعثت لك رقم نمرة سيارة بمسج. ها وصلت؟ ايه هلا وصلت. ممتاز، عم بستنى الاخبار منك كمان.